حتى العلاقات يعني مثلا انسان يعني خلينا نقول العلاقات العاطفيه انه يخليني ابعد عنها. اكو علاقه بينك وبين الجن، هذا الموضوع اللي انت تعانين منه هو جن. اكو تواصل بينك وبين الجن. بدايه انت تحدثتينا قلتي اني يعني اكو مس من الجن او اكو علاقه بينك وبين الجن، فاحكي لنا شنو قصتك انت، يعني شو وقت بدات وياك قصتك شنو نسرين؟ طبعا قصتي بدات من اني كنت صغيره، بعد ما اهلي توفوا يعني صار حادث وياهم وتوفوا، فكنت اني واخويا فقط قاعدين يعني بالبيت. فلما صار يعني عمري تقريبا 15 سنه وهيجي، فاخويا تزوج، احنا بيتنا طابقين يعني اخذ الطابق الفوق واني ظليت بالطابق الجوا. فيعني تعرف انه شلون انقهر على اهلي وابكي وما ادري شنو وهذا، ف يعني شلون حالتي انتكست وهيجي، فاشعر يعني انه قد ما انقهر انه احد يمي احد يواسيني بهذا الموضوع هيجي. فيعني جتي عمتي مرنا علينا فقالت لي يعني ايش بيك وهذا، فشرحت لها انه اني تعبانه اني هيجي، قالت لي عاد خلاص خلي نروح على طبيب يشوفك يعني ايش بيك ويسوي ايش تحاليل يسوي هالامور هذا. نعم. فرحنا اخذت كوما علاجات كوما، هذا يقول حاله نفسيه هذا يقول ما اعرف شنو، يعني صراحه انه اني ما شفت نتيجه من العلاج اللي اخذته كله ومو دكتور واحد. شنو اللي وصلك لنتيجه او خلاك تؤمنين انه يعني هذا الموضوع اللي انت تعانين منه هو جن؟ يعني اني من ادخل غرفتي مره يعني اني ونايمه يعني بين نايمه وبين قاعده، فحسيت احساس انه احد قاعد يمي او يلعب شعري، او مره انه واحد انه حسيته يلعب برجلي او هيجي. ونفس الوقت انه حتى موضوعي يعني مثلا اني مال الزواج وشي فتاخر يعني علي وهيجي، قالوا اخذوني يعني اخذوني على يعني هذا الشخص. الجن هذا جن فسرتي حضرتك؟ هو اني ما اعرف شنو الموضوع يعني بعد ما رحت على الشيخ، يعني صراحه اخذوني بعد ما رحت الاطباء كوم اخذوني شيخ او ما اعرف شنو هم يسمونه، فقال لي تعالي اعزم عليك وشي، انت عندك جن عاشق ولهذا انه انت تحسين اكو شخص يمك. مع العلم اني شفت شخص بس هو يعني مجهول الملامح، ما شفت اي ملامح عليه. فكان يقول لي تعالي اعزم عليك وشي، فقرا قسم ما اعرف شنو قرا هاي الامور كلها. فاني بداخلي اني ما دا احكي، فحسيت انه شخص يتكلم نيابه عني بصوت عالي وما ادري شنو يعني، وحتى اللغه كانت ما مفهومه صراحه. انا رحتي عند الشيخ؟ اي نعم. زين طبعا الموضوع راح نتناوله بشكل اوسع بين هذه الحاله اللي هو اسمها المستعار نسرين، وبين الجانب الروحي وكذلك الجانب الطبي، حتى نحاول نوصل يعني نوصل الصوره للمشاهد بوضوح. نسرين اليوم انت تحسين انه اكو تواصل بينك وبين الجن حسب ما تحدثتي؟ يعني تحسين هذا الاحساس؟ شنو اللي يثبت يعني؟ مرات سلبا ومرات ايجابا، يعني مره اللي هو صراحه ما مأثر عليه حاليا باي شكل من الاشكال. مره انه جتني قسمه خلينا نقول، فهذا الشخص شلون اني قال لي وفي هذا ما يفيدك هذا كذا، انه هذا يعني شلون احنا نقول بالمصطلح العام انه ملعبه في شيء. ففعلا انه اهلي يعني اذا هذا الجن يعني فسرتيه انه عاشق ما يريدش تروحين لاحد غيره؟ بالضبط، يعني انه حتى العلاقات يعني مثلا انسان يعني خلينا نقول العلاقات العاطفيه انه يخليني ابعد عنها، يعني ما ادخل بهاي المواضيع. حاليا اكو تواصل بينك وبينه؟ يعني